أهلا بيكم في فيديو جديد. وصفتنا النهاردة هي أكلة صينية 100%، وهي التشيكن سويت أند ساور. مين مننا مش بيحبه؟ بس التشيكن سويت أند ساور برا سعره غالي شوية. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة وكمان مش مكلفة. هنعمل النودلز وكمان هنعمل التشيكن. طبعا مش كل الناس بيبقى متاح بالنسبة لها النودلز، فاحنا هنعمله النهاردة بالمكرونة الفيتوتشيني. هنعمله بطريقة سهلة ومميزة وبطعم فوق الرائع، وان شاء الله هيعجبكم. انا نيهال من سر مطبخنا، ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا علشان ما اطولش عليكم نشوف مقادير وصفتنا. عددنا معانا نص كيلو فراخ متقطعه مكعبات متوسطه، ملح وفلفل اسود، معلقتين نشا كبار، معلقه دقيق كبيره، وربع كوبايه ميه. هنبتدي نضيف الملح والفلفل على الفراخ، وهنضيف كمان الدقيق، ودي اول مرحله في الكفر بتاعنا يا جماعه. هنضيف النشا تمام زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلب بقى الخليط بتاعنا كويس جدا. وبعد كده بعد ما نقلب الخليط كويس جدا هنبتدي نضيف الميه شويه بشويه لحد ما تعمل زي عجينه، زي عجينه الكريب سايله كده ومش وما فيهاش تكتلات. دي اول مرحله للكفر بتاعنا. تاني مرحله هنعمل كفر للفراخ، هيبقى عباره عن معلقتين دقيق كبار ومعلقتين نشا وملح وفلفل اسود وكمان معلقه زنجبيل، والزنجبيل مهم جدا في الوصفه دي يا جماعه. هنبتدي نضيف الفراخ للدقيق ونعمل حواليها كفر كده، بس او اهم حاجه ننفضها قبل، يعني ننفضها بعد ما نضيفها نروح منفضنا. طبعا انا عايزه اتكلم عن الزنجبيل يا جماعه. الزنجبيل من الحاجات المهمه جدا بالنسبه للاكل الصيني. توابله هم مشهورين، الاكل بتاعه مشهور بالزنجبيل، وكمان هو مضاد حيوي قوي جدا. تمام، خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا. هنسخن زيت وهنضيف بقى فيه الفراخ. لازم الزيت يكون سخن جدا يا جماعه علشان الفراخ الكفر بتاعها ما يفكش. احنا عايزين نحتفظ بالكفر الحلو المقرمش ده علشان ما نحط عليه الصوص يبقى ليه طعم حلو. فطبعا هنضيف الفراخ بتاعتنا كلها، وانا هوريكم مراحل القلي، لان ايه القلي ليه كده، ايه يعني هنوصل للون معين، هو اللون ده بيدل على السوى الكامل والكفر المناسب. طبعا اهو زي ما انتم شايفين ما في يعني كده لسه، تمام لسه الفراخ ما خدتش الكفر، يعني احنا لو ضفناها بالشكل ده هتفك، واحنا مش عايزينها تفك. تمام، هنوصل بقى للون اللي هو الذهبي يا جماعه، اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، اللي انا هوريه لكم حالا دلوقتي، اللون الذهبي. برضو لسه كده، لسه برضو اللون بتاعنا ما وصلش للون المناسب. تمام، هنوصل بقى دلوقتي، وصلنا خلاص للون الذهبي بتاعنا، هنبتدي نصفي الفراخ من الزيت ونبتدي للخطوه الثالثه، وهي خطوه الصوص بتاعنا، وهو عباره عن 3 معالق صويا صوص، معانا 7 معالق ونص كاتشب، وكمان معانا نص معلقه نشا، وكمان معانا ربع كوبايه ميه. تمام، وفي اضافتين هنضيفهم كمان. هنضيف الكاتشب، هنضيف الصويا صوص، تمام، وهنضيف بقى كمان، هنقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. هنضيف معلقه خل كبيره، واحلى اضافه بحبها جدا هي معلقه عسل اسود، معلقه كبيره عسل اسود يا جماعه. انا كده جايبه لكم الصوص اللي على اصوله، يعني هو الصوص كده على اصوله. هندوب النشا في الميه وهنضيفها للصوص بتاعنا. خلاص كده الصوص بتاع الفراخ خلص، هنقلبها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وخلاص كده الصوص بتاعنا خلص. هنبتدي المرحله الرابعه، وهي تقطيع الخضار. احنا عندنا الخضار بتاعنا عباره عن ايه، بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر وجزر. هنقطع البصل والفلفل مكعبات يا جماعه زي ما انتم شايفين، مكعبات كبيره. لو حابه تضيفي كرنب مفيش اي مشكله، بعد ما تخلصي خالص بتضيفي رشه كرنب. انا مش حابه الكرنب قوي، ما بحبوش والولاد مش بيحبوه، فهضيف الخضار بتاعي ده بس. خلاص بنقطع الخضار بتاعنا زي ما انتم شايفين، شايفين قطع كبيره يا جماعه، تمام اهو. اما بقى الجزر بيبقى ليه تقطيعه معينه، بيبقى عباره عن شرايح رفيعه زي ما هوريكم دلوقتي حالا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده شرايح رفيعه، معانا 7 فصوص ثوم هندقهم كمان. خلاص كده هنضيف بقى للزيت في طاسه زيت ثوم، وهنضيف معلقه زنجبيل، يعني زيت وثوم ومعلقه زنجبيل، وهنبتدي نضيف نص الخضار بتاعنا عشان النص الثاني هنضيفه للمكرونه. تمام اهو زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط. هنقلب الخضار بتاعنا كويس جدا جدا جدا، بس ما نوصلهوش لمرحله اللي هو السوى الكامل، احنا عايزينه يا جماعه يقرش. تمام، هنضيف على الخضار اللي خدناه تقلبتين، هنضيف عليه الفراخ زي ما انتوا شايفين، هناخده برده تقلبتين، وبعد كده هنضيف بقى الصوص بتاعنا. يا ربي على الجمال، يا خرابي على الجمال، حاجه كده روعه.
والريحه ما يعني ما تتوصفش يا جماعه، الريحه حلوه قوي والطعم احلى كمان. خلاص خلصنا كده الفراخ بتاعتنا، ندخل تاني مرحله وهي مرحله المكرونه. ممكن نستخدم نودلز او مكرونه فيتوتشيني، وانا استخدمت المكرونه فيتوتشيني. معانا كده حوالي 8 معالق صويا صوص، ومعانا معلقتين كاتشب، ده الصوص بتاعنا، وكمان ربع كوبايه ميه ونص معلقه نشا، وهندوب. وعملنا الصوص بتاع المكرونه يا جماعه، وشكرا. مع المكرونه الفوتوتشيني بتاعتنا الحلوه دي في حله على النار فيها ميه وملح وكمان زيت، هنضيف لها المكرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنسيبها تتسلق في طاسه، هنضيف الزيت والثوم والزنجبيل علشان نعمل الصوص بتاع المكرونه. تمام، على ما المكرونه تتسلق. تمام، ضفنا الزيت والثوم والزنجبيل وخدناهم تقليبه وتشويحه كده. هنضيف لهم باقي الخضار اللي احنا مقطعينه وهنقلبهم كويس جدا جدا. مش هنسيب يا جماعه الخضار يدبل زي ما قلت لكم، يبقى فيه قرشه كده. تمام، هنسيبه يقرش شويه يعني، فاهميني؟ بس بعد كده اهو تمام. هنضيف بقى الصوص بتاعنا وقلبي بقى، قلبي وشمي الريحه، قلبي وشمي الريحه، الريحه رهيبه يا جماعه، حلوه جدا جدا جدا. خلاص المكرونه بتاعتنا اتسلقت، يعني ايه تلات ارباع سلقه. هنبتدي نضيفها للصوص بتاعنا، هي بتفضل 7 دقايق على النار يا جماعه، وهنبتدي بقى نقلب. قلبي بقى، قلبي بقى وشم ريحه المكرونه الرهيبه، يعني البيت كله ريحته اكل صيني. انت كده جايه من الصين، انت قاعده في الصين على فكره دلوقتي. وخلاص يعني شايفين المكرونه وجمالها، شايفين وصفه ما فيش احلى من كده. وبكده يا جماعه وصفتي خلصت، المكرونه وكمان التشيكن، وجبه تشيكن سويت اند ساور، والمكرونه او النودلز. يا جماعه لو في نودلز عندكم مفيش اي مشكله، انا بستخدم الاوفر والاسهل، لان النودلز سعرها 100 وحاجه. مكرونه فيتوتشيني يعني موجوده في براندات كتيره جدا للمكرونه. وصفتنا خلصت، وصفه سهله وبسيطه، يعني مكوناتها موجوده عندنا في البيت، عملناها باقل الامكانيات وعملناها بكميه صغيره جدا من الفراخ. انا حابه اوفر لكم وحابه اعمل لكم اكل بره بتوفير في البيت، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في وصفات اسهل واسهل واسهل من سر مطبخنا مع نهال. وهتوحشوني المره الجايه، واشوفكم على خير المره الجايه، وباي باي.